ليش يزعل؟ لأنه ماكو أحد. أنا ليش أحب الرجل العراقي بأمانة؟ يعني شوف أنا عندي ربع من كل الجنسيات، بس لما صرحت أنا من كم يوم باللايف بالإنستغرام إن أنا حاسة إني راح أرتبط بيوم من الأيام برجل عراقي. ليش؟ أول شيء أحب لهجتهم، هذا first of all. يعني الحين راح أدش بالتفاصيل، أوكي؟ أحب أكلهم، أحب خشونة الرجل العراقي، أحب رجولته، يعني يغار بزيادة على حبيبته وعلى زوجته، وأنا أحب هالنوعية من الرجال صراحة. أكيد. طيب أنت دائما تصرحين بحبك للهجة العراقية، حبك للعراق، باللهجة العراقية، حبك معجبة أيضا بالرجل العراقي. صحيح صحيح. أنا تمنيت زوجي العراقي مرة، صرحتي؟ أنا صرحت قلت يعني أنا إذا برتبط بيوم من الأيام أبي أرتبط برجل عراقي. بصراحة رجل عراقي أنا بالنسبة لي بصراحة، وطبعا والنعم بكل الجنسيات أكيد يعني، ولكن أنا لما صرحت هذا التصريح لعدة أسباب. تعرفين الرجل العراقي بغيرة زايدة، يعني بخوف على زوجته أو على حبيبته بزيادة، بهاي نفس ما يقولون يعني الغيرة يعني بزيادة فيه، يعني عرفتي؟ فهذا الشيء اللي أنا حببني بالشخصية الرجل العراقي. طيب برنامجنا على مستوى العالم العربي طغت الغيرة العراقية في أغلب مواقفه لتفتح باب إقبال النساء العربيات وبالتحديد الخليجيات على الشباب العراقي، وقد وصلت إلى حد طلب الزواج منهم. وتعالى على نحو غير مسبوق فرضت الغيرة العراقية حضورها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد سلسلة مواقف أبداها شباب عراقيون للدفاع عن فتيات يتم التحرش بهن في برنامج درامي بثته إحدى القنوات الفضائية العربية، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ حصل على المرتبة الأولى من بين الهاشتاغات الأخرى. إلا أن اللافت في هذا الهاشتاغ هو رغبة نساء خليجيات الارتباط بعراقي وفق محتوى الهاشتاغ الذي حمل عنوان أبي أتزوج عراقي، طمعا بغيرته فضلا عن حرصه على مشاعر النساء والدفاع عنهن. هم بس البنات الخليجيات يحسون، انا متابعه تويتر طبعا. العراقيين هجمه مو طبيعيه، اذا كان من الخليج او من البقيه، بس مو كلهم طبعا، بس البنات يمكن تعاطفوا ويا الولد، بس الولد ما متعاطفين. والله طبعا هو الشاب العراقي معروف بغيرته وشهامته اكيد، والغير العراقيه ماكو مثيل لها بين كل الشباب طبعا، فهم حقهم يشوفون شهامه العراقيين. وبين مؤيد لهذا الهاشتاج ومن يضع الشروط على الفتيات اللواتي اطلقن هذه الحمله الفيسبوكيه، يبقى الشباب العراقي سيد الموقف بعد ان فضل غالبيتهم الارتباط بعراقيه. العراقيين موجودين والعراقيات موجودات. يعني قبل يتزوج زوج عراقية، شو تزوج له واحدة خليجية؟ أكيد يعني العراقية أحسن كل شيء. وكما استقطب هاشتاك أبي أتزوج عراقي عشرات الخليجيات على مواقع تويتر وفيسبوك، سارعن عراقيات أثيرت غيرتهن إلى تأسيس هاشتاك أطلق الشعار لن يتزوجك، ما دفع للشباب العراقي إلى التنافخ سموا والاعتداد بالنفس في وقت يجد فيه الشاب العربي أنه قد أضاع فرصة تاريخية لتأكيد غيرته بعد أن سبقه إليها العراقي وسجل حضورا لافتا في قلوب العذراوات الخليجيات. أنس يوسف، هنا بغداد.